السلام عليكم، سنة ستة، الدرس التاني في الوحدة السابعة. والدرس ده بقى عشان أصلا دروس كتيرة، فاحنا هنقسم فيديو للكلمات والأفعال. شايفين الكلمات قد إيه؟ وبعد كده الفيديو اللي بعديه هنهري في الدرس ده ونحل عليه. يبقى احنا مع مين؟ مع سنة ستة الوحدة السابعة الدرس التاني. يلا نشوف الدرس التاني هيقول لنا إيه. They loved animals. كانوا بيحبوا الحيوانات. يلا بينا نشوف الحيوانات اللي كانوا أجدادنا الفراعنة بيحبوها. نوع من القرود اسمه بابون. قرد البابون. أوكي. كانوا بيحبوا مونكي. قرد بوتو. كانوا بيحبوا الرات اللي هو الفر. أو كانوا يعني بيربوه. أو الحيوانات اللي كانت موجودة في زمن مصر القديمة: بابون، مونكي، رات، كروكودايل، وهيبو اللي هو عايز القشطة، وفالكون صقر، وكانوا بيحترموا الصقر جدا، وآيبس وكانوا بيحترموا برضو أبو المنجل جدا، سنيك. حلو كده؟ يبقى بابون دي الحيوانات اللي كانت موجودة: مونكي، رات، كروكودايل، هيبو، فالكون، ايبس، سنيك. مش دي بس، اكيد كانت في حيوانات تانية يعني. طيب باي كده بيردز طيور، بيتس حيوانات أليفة، بوبولار محبوب، فيفوريت مفضل، ستون حجر، بيرسون شخص، oil flower دقيق، bread عيش، knowledge طبعا ال K no silent knowledge معرفة، seeds بذور، particularly بشكل خاص أو خصوصي يعني، object شيء، turtle سلحفة، cloth قماش، afterlife الحياة الأخرى، dangerous خطير، almost تقريبا، common شائع، alone بمفرده، reason سبب. أوكي. في أي نطق صعب في الكلمات؟ أنت نمت؟ طيب بعد كده عندنا الdefinitions. طب هو طبعا احنا هنحفظ كل الكلمات دي؟ يعني الصفحة دي كلها نحفظها والصفحة دي كلها نحفظها؟ انت طبعا بتبص لي مستني اقول لا، فاكيد احنا مش هنحفظ كل ده. طبعا مش هنحفظ كل ده، هنحفظ حاجات معينة. اوكي تعال نعلم. طيب يا بنت لله وللوطن. ماشي. طبعا كل الحيوانات دي اوكي معانا، هنحفظها بالكتابة، معاني وكتابة. تمام. طيب نيجي ايه بقى؟ كل ده معانا كتابة ومعانا. دقيق كتابة ومعانا، بريد كتابة ومعانا، سيدز كتابة ومعانا، تيرت اوبجكت، بس كلوث دنجر بس كده. حلو. طب والباقي هنعمل فيه ايه؟ هنحفظه معاني فقط. اوكي حلو كده. عداني العيب يابا. ماشي. definitions بقى التعريفات. طيب شوية حاجات طبعا هنحفظها، ما جاتش هنا فادهلنا لوحدها، فهنحفظ معناها. هنكتب بقى على ده، مهم جدا. ماشي. اول حاجة grain يعني حبوب، مهم جدا. فايه الحاجات دي هتتحفظ؟ ايه؟ كتابة ومعاني كده. دول بس، وانا محددة دول بس، مش دول. التعريفات ما بتتحفظ، التعريفات بناخد فكرة عنها كقراية عشان نعرف نحل عليها. يبقى اللي هيتحفظ كتابة ومعاني الحلوين الحمر دول. اوكي. طيب يعني ايه حبوب بقى؟ seeds from plants يعني بذور من النباتات، used to make flour and bread بتستخدم لصناعة الدقيق أو العيش. حلو.
انا مش شايفاك يعني ماسك قلمك يا حبيبي وبتترجم، فانت فاهم يعني انت نازل من الفضاء فاهم. هنشوف يا انس. ماشي، يعني احنا ممكن نترجم الحاجات اللي انا بقولها عشان الكلمه نفسها مترجمه، لكن مترجمه لكن التعريف نو. طيب مامي فاي يحنط، هنشوف يعني ايه يحنط دلوقتي. تو كفر ان، يغطى بيه يعني اويلز زيت، اند كلوث بالقماش كمان. تو بريسيرف for a very long time، ليحفظ لفترة طويلة جدا. هو ده يحنط. ماشي، wisdom الحكمة، using your knowledge يعني انت استخدام لمعرفتك. to make good decisions عشان تصنع قرارات او لصنع القرارات الجيدة. ماشي بابا. statue اللي هو التمثال، an object شيء made of مصنوع من، stone حجر، or another material أو أي مادة تانية. to look like ليشبه a person شخص، or animal أو حيوان. تابني مش طايقني ليه؟ مش أنا المخترع المنهج والله. ابتسم ابتسم ابتسم، عدي هذه الأيام الجميلة. adored يعني يحب بعشق، يحب بشدة. happy valentine صحيح، النهارده عيد الحب. شكرا جدا على الإحباط، استغفر الله العظيم. توقيكم سنة طيبة. مين يعشق؟ استغفر الله. loved تأزهري أو نسيت loved something very much يعني يحب جدا، يحب حاجة معينة جدا. اوكي، الفعل بقى مصدر الفعل والتصريف بتاعه، وانا كل ده ما شرحتش الدرس الجميل ده. يلا، clean فهو فعل منتظم بيتحط له ايدي، clean، produce، include، represent، please، كل دي افعال منتظمه بيتحط لها ايدي، فدي ما فيش مشكله. المشكله بتبقى هنا في الافعال الغير منتظمه. grow grew go went fall fell teach taught become became heard heard. وطبعا الجرامر في الوحده دي اللي هو الماضي البسيط اللي احنا خدناه الترم الاولاني، وانا مش هشرحه، انا هحل عليه بس عشان شرحته الترم الاولاني بقى مش الصوره بقى. اوكي، كل دي expressions. طبعا الافعال كلها بتبقى حفظ، معاني وكتابه كلها، التصريفات طبعا. اوكي، عشان ايه ما تقولش انت ما قلتيش. تمام كده، انا بقول في الكلمات والافعال بس. طيب التعبيرات، fall over او fall over يقع، cover in look after يعتني بي، free of pests خالي من الحشرات او الافات، look like يشبه، keep it safe keep birds the wall time had a picnic as well as everyday life a very long time make decisions a port ride grow up go hiking and pet. اوكي، انت بتتداوب وانا صوتي بينيم. طيب احنا كده في الجزء الاول كلمات بس، من الدرس التاني استنى نشرح الدرس في الفيديو اللي بعده. باي باي.